الضلع الثالث من الكرة المصرية الإسماعيلي بعد الأهلي والزمالك، واحد من أهم الأندية في مصر والوطن العربي في أفريقيا. بنتكلم في موسم جديد بقيادة فنية جديدة لكابتن طلعت يوسف، فخلونا نطمن على الإسماعيلي وأوضاع الإسماعيلية مع واحد من النجوم الكبار في الإسماعيلي كابتن خالد القماش. برحب بيك كابتن خالد. حبيبي يا كابتن كريم، انا سعيد جدا جدا بوجودي معاك. حبيبي على راسك استاذ محترم، ربنا يخليك يا رب. سعيد جدا بوجودي في قناتك. حبيبي نورتنا يا كابتن خالد. الاول طمني عليك، انا عارف انك كنت تعبان وكان في وعكه صحيه كده الفتره اللي فاتت، فطمنا عليك. يعني هو الحمد لله رب العالمين، طبعا اكيد طبعا خدت وقت كتير، دخلت نمت جالي اغماء وتشنجات وودوني المستشفى بالاسعاف، وقعدت فتره لغايه ما فقت. ما كنتش عارف اي حاجه ولا فاكر اي حاجه يعني. فحولوني بالاسعاف لمستشفى المواليد العرب. قعدت فتره في اسم غريب قوي، رعايه السكته الدماغيه، ربنا ما وريها لحد يعني طبعا. فكانوا قالوا لي قبل كده ان دكتور بهي رضا يا ريت تدور عليه، فسبحان الله لقيته رئيس القسم يعني، كشف عليا وقال لي في الاول جسم غريب في دماغي او في مخي، كيس ذهني، لكن الوضع بيبقى صعب لما تقول لك ورم في المخ يعني. الموضوع صعب جدا جدا حتى في الناحيه النفسيه يعني. طبعا قعدت فتره في الرعايه حوالي 5-6 ايام بادويه رنين بالصبغه، صعب جدا 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 موضوع الرنين ده لما بيتعمل الوضع، انا اي حد يكرهه يعني، لكن طبعا مجبر على الكلام ده كله. اكتر من مره في الرنين واتعمل وودوني حولوني معهد ناصر اورام، فلما وديتهم الرنين اللي اتعمل قال لك لا احنا مش عاوزين على ورق ابيض، لازم مكان تاني على بلاستيك او حاجه كده. رجعت عملته مره تانية ورجعت وديته تاني معهد ناصر الاورام، رئيس القسم اتعامل معايا وعرفني ان عندي فعلا ورم في الدماغ ناحيه اليمين، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ورم حميد الحمد لله. ورم سطحي يعني ممكن استئصاله، لكن انا طبعا قلت لا، في حاجه جديده اسمها الماجا نايف شغالين عليه اشعاعات، وعرضت اجراءات. ولابد اشكر طبعا مهندس محمود عثمان ومهندس ابراهيم ومهندس احمد في مبالغ ماليه، لان الموضوع ده بيتكلف كتير جدا جدا. في المواليد العرب فرقنا، طلعوا الشيك بالمبلغ والحمد لله رب العالمين، الاجراءات الاداريه انتهت، وممكن في خلال اسبوعين ثلاثه باذن الله تعالى اكون عامل اللي هو جمع نايف ده باذن الله تعالى. اذا رضى ربنا يصحح دايما. الف سلام عليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يعديك على خير، ربنا يعديك على خير، لان الموضوع صعب جدا جدا حتى من الناحيه النفسيه. طبعا تعب كل اللي حواليا، كان مراتي عيالي، طبعا ربنا اعلم بالحاله اللي كانوا فيها يعني. ان شاء الله تعدي على خير باذن الله، باذن الله تعدي على خير باذن الله تعالى. باذن الله، الف سلام عليك، الله يبارك لك.